الحمد لله، دكتور انبسط من البحث بتاعي، لكن لما عرف اني ما اشتريتش المذكرات الاخيره بتاعته اداني درس عن واجبات الطالب الجامعي. الله، انت بتبصي لي كده ليه يا سهير؟ اصلي بستغرب انت ليه ما اشتريتش المذكرات الجديده. عشان الفلوس اللي كانت معايا سهرت بيها بشيراتون. بقى كده انت عارفه كويس ان انا ما معيش فلوس عشان اشتريها. انت متاكد ان ما معكش فلوس؟ ما معيش غير دول. سهير لو سمحت ما تبقيش تحطي لي فلوس في الكشكول، الطريقه دي ما بتعجبنيش. انا مش واحده في شقه مفروشه قبل ما تنزل يحط لها فلوس في شنطتها. انا اسفه، ما كانش قصدي، كان ممكن تعتبرهم صرفه. مرضهم ازاي وامتى؟ مش مهم، احنا مش بنحب بعض. انت عارفه اني رافض الموضوع ده من اساسه. عشان انا سهير بنت عطيه بيه، وانت فتحي ابن اللص حسن اللي بيشتغل عنده. عشان الفساتين والعربيه والفيلا كلها مظاهر. سهير هي سهير، انا عارفه انك بتحبني وانت كمان عارف كده كويس، لكن الحاجات الصغيره اللي بتبص لها دي هي اللي منعاك، مش كده؟ دي مش حاجات صغيره، ما بتشوفهمش بيبصولنا ازاي واحنا قاعدين مع بعض في الكافيتيريا؟ ما بتسمعيش ايه اللي بيتقال علينا؟ ما يهمنيش، لكن يهمني. انا يلا نروح. هستنى واحد صاحبي معاه مرجع مهم. استناك النهارده تذاكر لي؟ مش عارف، هشوفك بكره، هحاول. هلا عنه يا حسن. عيب يا رجب، المكنه تزعل. تعيش. الله، يا زرجيني التاني، شويه صداع وهيروحوا. اذا كان الحديد تاعي يبقى هنعمل ايه احنا يا بني ادمين؟ احنا ورانا ايه غير الشغل؟ يا ريت عاجب يا صح حسن، واخر الزمن نترمي في الشارع. قال ايه المكن الجديد مش عايز حد يشتغل عليه. سوماتيكي ده اللي ملوش قديم ملوش جديد. اكد ثم حسن موجود، ربنا مش هيديمك. ربنا يديم المعروف يا ابو علي. مؤاخذة يا سعادة البيه، أصل عم حسن المكنة عورته وراح أطلب له الإسعاف. والنبي ما حدش يجيب سيرة لأولادي. قوم يا أخويا أنت وهو، كل واحد يروح يشوف شغله. يلا. في إيه يا حسن؟ مفيش حاجة يا عطية. بسيطة الحمد لله. كان المفروض انك تاخد بالك يا حسن. تعالى لي المكتب. المكنة قدمت يا حسن وما عادتش نفع ابدا، دي عاوزة شوية حنية ترجع تشتغل تاني. دي كلفتني يا راجل أكتر من تمنها. ما هي بقى لها 20 سنة بتشتغل يا عطية بيه. ما هو عشان كده لازم تتغير. لا، ممكن تشتغل 20 سنة كمان. المكن كله إذن ومش بلاحق على الطلبات اللي بتجيلي. المكن الجديد هيريحنا وهيوفر وقت وفلوس يا حسن. ويوفر عمال. دي مسألة نبقى نشوفها بعدين يا حسن. المكن الجديد هيريحك، وخصوصا انك كبرت. ما احنا في سن بعض يا عطيه بيه. تمام، بس انت السن باين عليك اكتر يا حسن. صحيح، فرق كبير، زي الفرق بين المكن القديم والمكن الجديد. حسن ممكن تروح تستريح النهارده. شكرا.
شخص فتحي. ازيك يا ربي؟ عشت يا سي فتحي. مش واجب برضه يا سي فتحي تطمن على اخوك محمود؟ ما تخافيش يا ستي، هو دايما متعود يغطس ويب كده. ايوه يا سي فتحي، بس غطسته طولت قوي المره دي. قلت لك ما تخافيش يا ربي. عمر الشقي باقي. اهلا فتحي. اهلا بابا. الله، ايه العواره كده؟ لا دي حاجه بسيطه. عشان كده جيت بدري؟ لا ابدا، خدت اجازه نص يوم. عامل انت ايه في الكليه؟ الحمد لله. ربنا ينجحك يا ابني ويحبب فيك خلقه. وازاي يا عم عطية؟ عم عطية كان زمان، دلوقتي بقى عطية بيه صاحب المطبعة اللي ابوك بيشتغل فيها. كل همه نفسه بس. ايه هو حصل حاجة بيكم؟ لا ابدا. امال ليه بتقول الكلام ده بقى؟ ما تشغلش بالك انت بالحاجات الصغيرة دي. اعمل لك كوبايه شاي على بال الاكل ما يستوي. لا انا هخش انام عشان اقدر اصحى ازاي. الاستاذ حسن موجود؟ ايوه يا شويش. انت مطلوب في الاسم. ليه؟ ابنك محمود موجود في الاسم وعايزينك تضمن. الله يرحم العيد. سيبك ايه التحقير؟ بس يا طوارئ بس. حسن. نعم. عبد الصمد عايزك. اتفضل يا مدير. ارجو الحكايه دي ما تتكررش تاني يا استاذ حسن. وده ابنك برضه. وتقدر تمنعه انه ما يروحش للكبريات هناك ويتخانق عشان خاطر واحده رقاصه. مع السلامة. سعادة البيل، الإجراءات دي برضو كان ممكن تكمل معايا، أنا مش قاصر يعني. روح معاه سلمه حد. حاضر يا فندم. إيدك. إيه ده يا حسن؟ الدنيا بتلطش معاك كده ليه؟ يا رب أنا كنت عملت إيه علشان أشوف كل ده؟ ده أنا مضحي بكل حاجة، بعمري وصحتي وحياتي علشان ما تشوفوش العذاب اللي أنا شفته. ده أنا مطاطي راسي في الأرض علشان ترفعوا راسكم. أقولي إيه للناس لما يسألوني ابنك كان مقبوض عليه ليه؟ مش كفاية إنه ما ينفعش في المدارس وعايز صايع، كمان جاي حار وتدخلني الإقسام وتعمل لي فتيحة في الحارة بجلاكي. معلش يا بابا، خش استريح أنت جوه. استريح إزاي؟ استريح إزاي؟ وأنا شايف تعب السنين كلها بيروح قدام عيني. اخصى عليك يا محمود. كان منى عيني أفخر بيك زي أخوك، لكن عليه العوض، عليه العوض يا رب، عليه العوض، عليه العوض، عليه العوض يا رب، عليه العوض. حرام اللي بتعمله فينا ده. ابوك يا اخي ذنبه ايه يتمرمط ويتعب ويشقى وفي الاخر نتفضل في الحته؟ يا اخي حس على دمك بقى فوق. انتوا اللي لازم تفوقوا وتشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. ابوك بيشتغل 12 ساعه في اليوم علشان شويه ملاليم، وانت انت 20 سنه بتذاكر عشان ايه؟ عشان 25 مطوش مش هكفوك حتى مصلات. ابوك عمل كل اللي قدر عليه عشان يشوفنا احسن من كل الناس. لكن لكن ايه؟ لكن ايه؟ الاسمة؟ النصيب؟ كله خلاف فارغ. في ناس ما كانش معاها القرش عرفت ازاي تجيبه وتخليه جنيه والف ومليون. الدنيا دي يا صاحبي عايزه اللي ياخد منها ما يديهاش، عايزه اللي يضحك عليها مش هي اللي تضحك عليها.
مسافر دلوقتي على اسكندريه. بالليل؟ ايوه، عشان لازم بكره الصبح ابقى في المينا لان المكان الجديد وصل. طب ما تبعت اي حد. يا بنتي ما يخاف على الماجي الا اصحابه. انت اللي غلطت يا ابني. شوفي يا بنتي، انت عارفاني وعارفه فاضل، لما احب اوصل لحاجه لازم اوصل لها، وعلشان اوصل لها لازم اتعب. طب خدني معاك اسكندريه. لا خليكي انت هنا في مذاكرتك، انا مش هتاخر. اشم شويه هوا. انا هجيب لك معايا شويه هوا تبقي تشميه هنا على راحتك. عايزه حاجه بابا؟ عايزه حاجه تانية من اسكندريه؟ شويه ميه من البحر. صدقيني يا راوية أنا ما منفعكيش، أنا حياتي كلها قلق ومشاكل، أنا تعبان، لو جوزتك هتعبك معايا. طب ليه ما تشوف لكش شغلانة وتشوف لك حتة شقة صغيرة نتلم فيها، يمكن ترتاح وتريحني معاك. شغلانة؟ قصدك أشتغل عند حد أبقى طور في ساقية غيري، ألف فيها طول النهار وألف واحد يتحكم فيا، واخر النهار اطلع بنص جنيه اشتري بيه بطيخه وارجع لك البيت وانا مهدود الحيل ومكسور النفس. طب بلاش تشتغل عند حد، انت مش كان نفسك من زمان في ورشه؟ منين ده، حتى الحلم ده انا خلاص نسيته. صدقيني يا راويه انا ما ينفعش اكون الزوج اللي انت بتحلمي بيه. اخرج من البيت الصبح وارجع بعد الظهر وافضل معاكي لغايه تاني يوم الصبح، نخلف 100 عيل ونرميهم للدنيا تربيهم، ناكلهم فقر ونسقيهم ذل. لا انا بحبك يا محمود، بحبك ونفسي اساعدك. انا كمان بحبك بس ما اقدرش اتجوزك. ليه يا محمود؟ هشحططك معايا، انا مش عارف انا رايح فين ولا ليه، كل اللي اعرفه ان انا نفسي ابقى حوت علشان السمك ما ياكلنيش، علشان السمك ما ياكلنيش لازم ما يكونش فيه في رقبتي مسؤوليه علشان ما يجيش اليوم اللي نخي فيه. صدقيني يا راوية أنا ما انفعكيش. البحر الجديد وصل، بيقولوا ده أجدد مكان ومفيش بعد كده. البحر الجديد وصل وطلع 4 ألوان نبقى واحدة. 4 ألوان؟ آه، وطلع لايك 26,000 نسخة في اليوم. معقول الكلام ده؟ ايه؟ ايه؟ اشتغل يا عزيز، وقفت ليه؟ وقفت ليه؟ وعندي لو اتكهنتي انا هتكهن انا كمان، بلاش تحرقي دلوقتي، انا لسه فيه مسؤوليه على كتافي كتيره قوي، الواد لسه في الجامعه ما خلصش، والواد التاني قاعد في البيت، حمل على كتافي كتير قوي، اشتغل يا عزيزه، اشتغلي. وانت لو جاشوكي في الرجلين هيلبسونا انا كمان، هيلبسونا انا كمان. ده انت ياما طبعت الكتب، قريت ناس كتير واتعلمت واتخرجت وبقوا قضاة ومحامين ومهندسين. اشتغلي يا عزيزة، وبعدين معاك يا سمير، انا لازم اعرف احنا رايحين فين. بعدين تعرف. اختطاف يعني؟ سميه زي ما انت عارف. هنزل. مش هتقلق. ليه بقى؟ عشان بتحبني.
يا ترى هتبقى تنجحني لو تعينت معيد في الكلية؟ ما بتردش ليه؟ مالك؟ لا أبدا مفيش. عارف أنا لو تعينت معيدة وكنت طالب عندي كنت هنجحك بامتياز وما مرتفت الشرف كمان. أما عطية كان زمان دلوقتي بقى عطية بيه صاحب المطبعة اللي كنت مشتغل فيها. انتوا اللي لازم تفوقوا وتشوفوا الدنيا ماشية ازاي. ابوك بيشتغل 12 ساعة في اليوم علشان شوية ملاليم وانت بتاع 20 سنة بتذاكر عشان ايه؟ عشان 25 مطوشة. اتفضل يا فندم وصلنا بسرعة مش كده؟ هاي اللي واخد عقلك احنا ايه اللي جابنا هنا؟ عزمك على الغد عندك مانع؟ لو كنت عارف انك هتجيبيني هنا ما كنتش ركبت معاكي. خلاص يا سيدي اعتبرني اني خطفتك زي ما قلت. اتفضل. بابا هنا ينزلك؟ فوق التاني. ازيك يا زينب؟ بخير الحمد لله. ازيك انت يا فتحي بيه؟ اهلا. مش فيك يا فتحي. اهلا عطية بيه. امال فين عمي يا ولد؟ اهلا يا عم. اهلا بيك يا حبيبي. اتفضل. ها صهير عامله معاك ايه في المذاكره؟ انا معتمد عليك يا بطل. تعرف يا بابا ها فتحي السنه الجايه هيبقى معيد في الكليه يعني هيدرس لي. ما شاء الله ما شاء الله شاطر يا فتحي. انا دايما بقول ان ليك مستقبل كبير. انا بحاول يا عمي وربنا يسهل. انا بقول ان حسن عرف يخلف بس خساره الواد اخوه ده. انا مش عارف الواد ده طالع لمين. تعرف يا فتحي ان بابا معجب بيك جدا؟ طبعا لان فتحي عايز يبقى كويس. شوف يا فتحي يا ابني العلم طريق كل شيء، طريق للثروه للسلطه للسعاده. العلم سلاح لازم تعمل له مليون حساب. غريبا ان ده يكون راي حضرتك. انا صحيح مش متعلم لكن بعرف استفيد من المتعلمين. اسال اخد خبرتهم. طب يلا بقى ممكن اخدكم على الغدا؟ لازم الواحد يعرف ايه الجديد ويستفيد منه وبالشكل ده مطبعتي هتبقى الاولى. بابا السوق يا فتحي يا ابني ما بيرحمش. لو الواحد اتأخر بيضيع. لازم الواحد يشتري أحدث المكنات ويشتري لها العقول اللي تفكر لها وبالشكل ده ومهما خدت بتدي وابقى أنا دايما فوق. ما تجيب يا بنتي شطرز. أنا أبو حنفي جه منا، أهو كده الشغل ولا بلاش؟ العربية تخش المخزن وتتفك، مش عاوز يطلع عليها الصبح. برافو، 60,000 برافو، صيدة تمام. الفلوس جاهزة. تحت أمرك أبو حنفي. ودلوقتي بقى لازم نحتفل بالصيدة التمام دي ونحللك بقى، مش كده ولا إيه؟ يلا.
مساء الخير يا فتحي. اهلا. ايه انت لسه زعلان مني؟ الله. طب خد. ايه دول؟ فلوس. يمكن تحتاج تشتري كتب، هدوم، اي حاجه. متشكر. ما تخافش، دي فلوس حلال. انت تعرف الحلال. الله 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 الله. ده انت لسه زعلان مني. طب يا سيدي راسك. وابوك مش واجب برضه تصالحه وتعتذر له؟ انت ليه بتعامل ابوك كده يا محمود؟ عشان هو السبب في اللي احنا فيه. عيشنا في فقر وذل ومرار. كان ممكن يبقى صاحب مطبعه زي عطيه بيه. انت عارف عطيه دوت من 20 سنه ما كانش حالته غير جلابيه واحده. النهارده 100 بدله وثلاث عربيات وفيلا. وابوك عمل ايه؟ ولا حاجه، زي ما هو. كل فلوسه صرفها علينا. فلوس؟ انت بتسمي دي فلوس؟ تحب تشوف الفلوس؟ مش عايز اشوف حاجه. كفايه كفايه يا ابني. ابوك ده طول عمره ابوك طول عمره ايه؟ كمل قول كل اللي في نفسك. طول عمره ايه يا محمود؟ بابا ايه اللي صحاك يا بابا؟ طول عمره خايب ضعيف. بكره تتجوزوا وتفتحوا بيوت وتعرفوا يعني ايه المسؤوليه. ساعتها هتقولوا ابونا كان عنده حق. صحيح عشتوا في فقر، لكن على قد ما قدرت. انا كنت بقطع من لحم واديلكم، كنت بشيل اللقمه من بقي واكلها لكم. كتر خيرك يا بابا. انا حاولت معاك كتير لكن ما سمعتش كلامي. كان نفسي اشوفه في الجامعه زي اخوك، لكن معلش. تصبحوا على خير. انا خلاص ما فاضلش من عمري قد اللي راح. نفسي اشوفكم كويسين وقلبكم على قلب بعض. تصبحوا على خير يا بنات. هتنام من غير عشاء؟ خد كلك لقمه قبل ما تنام. كل. تصبحوا على خير. انت من اهل ده. عاملين هيصه مش راضيين يشتغلوا. الوسط حسن هو اللي بيحرضهم. يا جماعه اهدوا بالله، كل واحد فيكم هياخد حقه. هياخده ازاي يا عم حسن؟ انت عارف البير وغطاه يا سيدي. بس المكن الجديد ملا السوق، يعني مش هنلاقي حتى نشتغل فيها. يا سيدي الارزاق بيد الله. ما قلناش حاجه يا اسطى حسن، بس بيوتنا هتتقفل واولادنا هتجوع وهتتشرب. ما تخافوش، مفيش حاجة من دي هتحصل أبدا. لما يجي عطية أنا هكلمه ومش هسيبه إلا كل واحد فيكم لازم يرجع شغله. حسن أنا عايزك شوية. تعال. إيه اللي بيحصل يا حسن؟ العمال زعلانين. وإيه اللي زعلان؟ عشان عاوز تطردهم. انا ما قلتش كده. انا قلت هبيع المكن القديم واللي عايز يستنى يتعلم ازاي يشتغل على المكن الجديد. دول خدموك العمر كله، ارحم سنهم. دي المطبعه ما كانتش هتبقى كده الا بيهم. يعني انت معاهم؟ انا مع الحق. الحق انهم ما يقفوش في طريق العلم والتطور. المكن قديم ما بقاش ينفع، وانا ما عنديش استعداد اقفل المطبعه علشان خاطرهم. شوف يا حسن، انا بحبك ومش ناسي العشره اللي بينا.
وعشان كده هعينك قسط على المكان الجديد. قسط على حاجة معرفهاش. كلنا الأول كنا ما بنعرفش يا حسن، لكن اللي عايز يتعلم بيتعلم، واللي ما يمشيش مع الزمن يمشي عليه الزمن ويدوسه. أنا بمشي مع الزمن، لكن أنت طول عمرك ما بتفكرش إلا في نفسك وبس. كنت هتبقى عطية بيه لو جوزت ليلى بنت الحاج درويش، وكان زمانك قاعد على الكرسي ده، لكن ما عرفتش تمشي مع الزمن. طول عمرك الطمع مال عينيك، ضحكت عليها وعلى ابوها لحد ما اتجوزتها. فياك يا حسن، واخرتها رمتها وماتت بحسرتها، وقعدت انت على الكرسي ده. اتعجزت وخرفت ولازم تستريح. يعني ايه؟ يعني ما تجيش الشغل من بكره. طب ازاي؟ ده انا فنيت عمري وشبابي هنا، واخرتها تطردني طرد الكلاب. طب اروح فين؟ اقعد في البيت؟ ما اقدرش. ده انا اتعودت طول عمري البس بدلتي الحلوه دي واجي على المطبعه من بدري اشوف اصحابي وزمايلي والمكن. هسيبهم خلاص؟ هسيبهم بعد العشرة الحلوة دي كلها؟ ده انا عمري ما زعلت حد، ولا حد زعل مني. ازاي هسيبهم يا سهير؟ انت عمرك ما ركبتي مواصله زحمه، اتشعبطتي على السلم، عمرك ما اشتهيتي هدمه كويسه، عمرك ما ضحكتي على نفسك واعتبرتي نفسك عايشه احسن عيشه في الدنيا. ايوه عمري ما عملت كل ده، لكن في نفس الوقت عمري ما حبيت حد بالشكل ده، ولا احترمته بالشكل ده، ولا حسيت اني محتاجه له بالشكل ده. بكره تفوقي نفسك لما تلاقي روحك على البلاطه، هتعرفي ان الحب ده مجرد نزوة عرضة وتنتهي. فادي، انا عارفة انك بتحبني وانا بحبك، ومفيش اي قوة هتقدر تفرق بيننا، وانا متأكدة ان بعلمك وكفاحك هنقدر نعمل مستقبلنا ونعيش في سعادة مادام بنحب بعض. مالك يا بابا؟ حصل حاجة؟ عطية بيه استغنى عنك. إيه؟ استغنى عنك؟ أيوة، رفدني بعد العمر ده كله. طب ليه؟ إيه السبب؟ فاكرني بعص العمال عليه. يوم يرفدك
ينسى عشرتكم؟ ينسى عمرك اللي طحنه؟ ده ما بقاش بيغر بيك وباللي زيك. مقدر ومكتوب يا ابني. لا يا بابا، عمر الظلم ما كان مكتوب. انا رايح له. لا لا يا ابني، لا مش رايح له عشان يرجعك. لا، انت كفايه عليك شغل بقى يا بابا، وانا الحمد لله كلها شهرين وهتخرج واشتغل. انا رايح له عشان ارجع لك هوك. انا عمري ما اشتغلت مع عطيه بيه وكان ليها حقوق، يعني لا ليا لا مكافاه ولا معاش ولا تامين. ازاي الكلام ده؟ ده اللي حصل يا ابني، زي ما قلت انت، بكره تتخرج وتبقى عظيم وفرحتي بيك هتنسيني تعبي واحزاني اللي شفتهم في حياتي. ما تنساش يا ابني ان ربنا كريم، ما بينساش حد ابدا. انا سايب جوه العشاء لاخوك، اوعى اخوك ينام من غير عشاء. مش عايشين في العصر الحجري ولا احنا سمك بينهش في بعضه. امال ابوك اتاكل لحم وترمى عظم ليه؟ عطيه بيه لعب لعبه قذره وعرف ازاي يتخلص منه بعد ما استأمنه على نفسه. ابوك طول عمره عايش تابع، ما حاولش ابدا انه يكبر ويطلع على وش الدنيا، وادي النتيجه، عاش في الفقر وعيشنا معاه. بابا طول عمره بيكافح، عمل كل اللي يقدر عليه. ابوك ما عملش حاجه غير انه ساب الناس تمص دمه، ولولا ابوك اللي زيه عطيه بيه ده ما يبقالوش وجود. اتفضل يا سيدي، مذكرات الدكتور كمال. دفعتي ثمنها ليه؟ ليه؟ احنا مش اتفقنا ان مفيش فرق بيننا؟ اوهام، في فرق كبير يا ست هانم، فرق كبير قوي. حصل ايه؟ لعبة خلاص انتهت. لعبة ايه؟ ارجوكي كفاية لغاية كده. وطي صوتك، انت عايز تلم الناس علينا؟ يهمك دلوقتي ان الناس ما تسمعش صوتنا، لكن ما يهمكيش انهم يعرفوا انك بتدفعي لي ثمن المذكرات، مش كده؟ لا بقى، الحكايه مش مساله مذكرات، اكيد في حاجه تانيه. ايوه يا ست هانم، ابوكي عطيه بيه باع عشره العمر وطرد ابويا من مطبعه، انت كمان هتبقي زيه. طب اهدى بس وفهمني ازاي ده حصل. روحي اسالي ابوكي وسيبيني. الإنسان في ظروف زي دي لازم يحكم عقله، مفيش عواطف في الشغل، وأنت كمان لازم تحكمي عقلك. تقصد إيه يا بابا؟ أنت فاهمة قصدي كويس. يا بابا أنا مش ممكن أتخلى عن فتحي، أنا اتولدت معاه وتربيت معاه، وإذا كانت الفلوس بتغير من طباع الناس فأنا مش ممكن الفلوس تغيرني، وعم حسن لازم يرجع الشغل تاني. قصدك لسطى حسن. أنا عمري ما كنت فاكرة إنك قاسي بالشكل ده. أنا بحافظ على مصالحي. بس ده يبقى ظلم. كفايه
صغير الظاهر انت مش عارفه معنى الكلام اللي بتقوليه. انا ظالم بابا ظالم؟ انا ما اقصدش يا بابا، بس طرد انسان غلبان زي عم حسن يعتبر عمل مش انساني. لا 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 يا حبيبتي، انت لسه صغيره مش فاهمه الدنيا ازاي. لا لا لا، الانسان يا معايا يا ضدي، مفيش حاجه كده في النص. الراجل مصطفى حسن ده بقى ضدي. التفاحه الخسرانه بتفسد التفاح اللي حواليها. شغل ايه يا حسن اللي هتدور عليه؟ انت كبرت يا راجل خلاص، مفروض تستريح بقى. انا لازم اشتغل لغايه ما فتحي ابني يتخرج، دي لها كلها شهرين. هو انت يعني فاهم ان فتحي هيتخرج ويلاقي الشغل مستنيه؟ دول يا راجل بيقعدوا سنة واثنين وثلاثة لحد ما يجيلهم التعيين. ربنا كريم وعالم بالحال. ايه رأيك يا حسن لو فتحي يجي يمسك حسابات الفرن بتاعي وهتبقى نوايا تسدي تسير؟ مش ممكن. فتحي ابني الحاجة الوحيدة الكويسة اللي انا حاسس اني عملتها في حياتي. وهو يعني فتحي هيشتغل العمر كله؟ لا يا حاج مجنون، ابني مش ممكن يتمرمط. امال انا عايش ليه؟ يا ريت يا استاذ حسن، لكن المكان اللي عندي كله جديد وعاوز ناس عندهم صحه علشان تشغلوا تفهموا. انا عايز واحد يديني انتاج مش واحد اديله اعانه. أمن عليك النهاردة وتنط لي بكرة. خلاص يا حسن، خلاص ما بقاش منك نفع، لازم تموت بقى، يضربوك بالرصاص زي الخيل لما تعجز. خلاص يا حسن كبرت، محدش عايزك، مفيش شغلانة قبلك. خلاص يعني ايه؟ اموت؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه يا ابني؟ بتدور على حاجة؟ لا مفيش. اوعى تكون بتدور على دي. يا سلام عليك يا محمود، يعني انت دايما كده. ايه؟ سيبالي شوية بس. يا سلام يا محمود. بس انا بس واقع اكل. ها؟ يا محمود سيب يا جدع، ما اتفرج عليها شوية. بلاش هزار سخيف بقى. سلام. صحيح يدي الحلق للي بلا ودان. اما انا يا ابني لو كنت مكانك كنت عملت عمايل. كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت انتقم لابويا عن طريقها. ازاي؟ المسألة بسيطة جدا. دلوقتي هي مش بتحبك؟ ايوه. مش بتثق فيك؟ طبعا. طب ما خلاص. خلاص ايه بس يا محمود؟ خلص معاها. ايوه خلص معاها، بعد كده ممكن تسحب منها اكتر من اللي كان ابوك بياخده من مطبعه ابوها. دي تبقى سفاهه يا عم. يا عم سيبك بقى من المبادئ والمصل بتاعتك دي اللي جابك ورا. المبادئ والمصل دي اخترعوها الناس الضعاف اللي زيك علشان يبرروا لنفسهم خيبتهم قدام نفسهم. المثل والمبادئ دي اسلوب البني ادمين مش اسلوب الحيوانات. زمان كانوا بيقولوا على قد لحافك مد رجليك، دلوقتي على قد سلاحك مد ايديك.
القوة، القوة هي أساس كل شيء. عندك القوة محدش يقدر يقف قصادك. تبقى أنت المسل وأنت المبادئ وأنت القانون. لو اللي بتقوله ده صح يبقى مفيش بني آدمين. ما هو مفيش بني آدمين يا ابني. فوق بقى الدنيا دي غابة، غابة، وبدل ما تاكلك الغلال لازم تاكلها أنت. يا اخي بلاش حفر، امشي روح اكلوا في حته ثانيه. قلت لك ان الف واحد يتمنى لي ابوك قسطة بريمو خبرة 40 سنة. بابا انا كلمت المحامي واتفقت معه عشان يرفع لك القضية. قضية؟ وقف في المحاكم بعد العمر ده كله؟ ده حقك ولازم تاخده. يا ابني انا مش بتاع مشاكل وقضايا. يا بابا اذا كانت الحكومة عاملة قوانين عشان تحميك وتحمي حقوقك تبقى انت تفرط فيها. القضية دي مش عاوزة مصاريف، اجيب ده كله منين؟ يا ابني لنا رب اسمه الكريم وهو اللي هياخد حقي. ايوه يا بابا بس ربنا قال يسعى يا عبد. يا ابني سيبك من المساله دي والتفت انت لمذاكرتك، لازم تنجح السنه دي وتطلع من الاوائل. يا بابا القانون في صفنا. يا ابني ربنا اقوى من اي قانون. عجب كده اللسطة يا باب حسن اللي بتقولي عليه مخلص وامين. خير يا بابا؟ رافع عليه قضية. حقه حقه انه يسوق سمعتي. من حقه انه يدافع عن نفسه. يظهر ان صفاتي ده اثر عليك، خلاكي تكلمي بلسانه وتفكري بعقله وتنضمي ليهم ضد ابوكي. اسمعني انا مش عايز الواد ده يجي البيت ولا تشوفيه تاني، لا جوه البيت ولا بره البيت، مفهوم؟ انا اسف يا بابا، دي حياتي وانا حره في تصرفاتي، ما دام في حدود الادب. الادب انك تطيعي ابوكي. والمظلوم كمان من حقه ان الناس كلها تقف جنبه. انا هخليه يندم على اليوم اللي فكر فيه انه يعادينا وهدوسه برجليا، وكل عمال المطبعه هتشهد ضده الحيوان ده. انا وانت من زمن طويل يا حسن. بابا انت نسيت انت بتتكلم عن مين؟ ده عم حسن اللي ماما الله يرحمها وصيتك عليه قبل ما تموت، ووصيته هو علينا، واللي جدي ما كانش بيثق في حد غيره. انت ليه بتكرهه؟ هو ما خدش منك حاجه، انت اللي خدت منه كل حاجه. انا ما خدتش من عبد حاجه، وما سمحتليش تكلميني بالشكل ده. انا كنت حاسه بالعذاب اللي ماما عايشه فيه، كنت صحيح صغيره، لكن لما كبرت عرفت ليه هي كانت بتفرع عن ساعه اوضتها وتعيط. لانك كنت ما بتحبهاش، طول عمرك بتحب مصلحتك وبس. خلاص النهارده مفيش خروج من البيت ومفيش كليه كمان. شاكر بيه اتكلم عليكي عشان ابنه، وبكره انا حوافل يوم الخميس اللي جاي ده كتب كتابك. بلد اخر الزمن. اهلا وسهلا، اتفضلي. فتحي موجود؟ هو نزل وجاي حالا. اتفضلي اتفضلي. فينك من زمان؟ محدش شافك. الدنيا مشاغل. مشاغل ايه بقى؟ في مشاغل تبعدك عن اهل حتتك. ده احنا زي الاهل.
هو فتحي هيتأخر؟ الله، ومالك ملهوف قوي عليه كده؟ نعم لا مش قصدي، هو زمانه جاي يعني. تعرفي انا لو منه ما كنتش نزلت ما دام اعرف ان حضرتك جايه. ما هو ما يعرفش اني جايه كده. يا اهلا وسهلا. تمشي ازاي وادخل الحمام زي خروجه؟ ابعد عني، ابعد عني، لا صوت ولم عليك الدنيا. يا سلام، طب حاولي كده. انت يا زهر مش عارفه مصلحتك فين. ده انا هساعدك قوي. اسمعي كلامي، فتحي ايه وبتاع. حبيب القلب مش باعي بيه. كذب، انا كان قصدي مصلحتك. حيوان، ما عندكش دم. الله يسامحك، لو كنت بتحس، لو كان عندك دم. لكن هعمل فيك ايه وانت معدوم الضمير؟ حيوان، اسمع بقى، انا فوتت لك الشتيمه الاولانيه، فاحسن لك بلاش تعمل ذكر قدامنا. قاتل، دي اخرتها تموتوا بعض بدل ما يبقى قلبكوا على بعض. الكلب، حاول انتهز فرصة عدم وجودي وحاول خلاص. خلاص خلاص يا فتحي، حصل خير. تربيتي فيك، حاولت اعمل منك بني ادم لكن ما امكنش. طول عمرك عاوز اللي في ايد الناس واللي في ايدك ما كفكش. برا برا، انت اخرتك بعد ما تفتكك من الشارع. انا اسف يا بنتي، امسحيها فيه. حصل خير يا عمي. ما كنتش احب ان يكون سبب مشكله بينكم. ده ولد قليل الادب ما ترباش. اقعد يا سهير، وبعدين هوصلك. لا انا مش هروح. ليه؟ اصلي اتخانقت مع بابا. ابوك يا بنتي. ابويا اللي يدور على مصلحتي، مش يدوس علي عشان مصلحته. يا عمي انا اهلا عطية.
يا بيه، انا احساسي ما يخيبش ابدا. انا برضه قلت انك هتيجي عند عمك حسن. الحقيقه انا جاي اتكلم مع فتحي كلمتين على الافراد. اتفضل اتكلم، مفيش حد غريب. دي بنتك وده ابويا. انا بقول على الفراد ممكن؟ اتفضل. كل اللي عملته ده لمين؟ مش لسهير؟ وسهير ليها مين غير؟ بدليل انها لما سابت البيت جات لك. ما انتوا اللي هتورثوني ولا ليا غيركم. وابوك ده زميلي صديق عمري، المفروض يستريح، كبر بقى يقعد على مكتب. هو ماله مال العمال؟ عرض مغري جدا يا عطيه بيه، بس للاسف على حساب ناس تانيين، وده شيء لا انا ولا سهير ولا ابويا نقبله. فتحي انا طول عمري معجب بيك وتفكيرك وثقافتك، وجاي تشتريني وتشتري سكوت ابويا وكرامتنا. وطبعا لما هتجوز سهير بنتك هبقى عبد مخلص تحت رجليك، عشان عارف انك انت شلتني من الفقر. بس كل اللي بتقوله ده مرفوض يا عطيه بيه. يظهر ان انا كنت متساهل معاك اكتر من اللازم. انت بتهددني؟ اتفضلي معايا. اسف يا بابا، انا هفضل هنا. انت موافق على كده يا حسن؟ ما هي برضه في بيت اهلها يا عطيه بيه. ايه ده؟ طيب انا هعرف اخليكم تندموا. انا هعرف اخليكم تندموا. انزل يا ابني استاذن عمك بدبولي، خلي راوية تطلع تنام مع سهير. حاضر. بعد ما تولع النار تطفيها وتجري تبلغ البوليس.
وتقول لهم انك شفت فتحي ابن اللص حسن وهو بيولع النار. ولما يسالوني يقولوا لي ما مسكتوش ليه؟ اقول لهم ايه؟ طيب خليه يطلبني بعد ربع ساعة. تقول لهم إنك خفت وطفيت النار الأول. ليك 1000 جنيه. أدي 500 جنيه هم و500 جنيه بعد ما تنفذ. مفهوم؟ مفهوم. طب مفهومي. ألف شكر. شكرا يا واد. اتفضل. محمود مسكين يا سهير، ضايع، نفسه يبقى حاجة كبيرة يعوض بيها الفقر اللي عاش فيه والتعب اللي شافه. انتي بتحبيه؟ احبه، احبه، دي كلمة قليلة. ده انا نفسي اموت علشان، نفسي يطلب مني عمري حياتي وانا اديهاله. احنا الاتنين مستعدين نديلهم كل حاجة، لكن للأسف هما مش حاسين بينا. هي الناس لازم تتعذب وهي بتحب تتعذب، وهي بتكره بتتعذب. هي الحياة ايه؟ عذاب؟ هي دي اسمتنا. الو، ايوه انا عطيه. ايه بتقول؟ ايه المطبعه بتتحرق؟ ايوه ايوه حاضر. دي شقه فتح حسن. ايوه بيه، بس هي قاعده هنا بكفه عند الفتح علشان عايزينه. ليه؟ عمل حاجة؟ فتحي متهم بحرق مطبعة عطية بيه، فتش الشقة. ليه عطية بيه يعمل كده؟ ده فتحي عمره ما حد اشتكى منه، ده نور عليا اللي بشوف بيه. يا بيه. في ايه يا عم؟ أبوكي بيتهم فتحي إنه حرق المطبعة. فين محمود؟ انتي مين؟ فين محمود؟ ما عندناش حد بالاسم ده. الله، جرى ايه يا شاب؟ هو ده ليه جدت ولا ايه؟ ما قلتلك ما عندناش حد بالاسم ده. انا عارفة انه هنا، ارجوك لازم اشوفه ضروري. ابي خدي منه معاد في حتة تانية. ايه انتي ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي مكاني ازاي؟ والله عالي يا سي محمود، انت كنت زايغ منها ولا ايه؟ محمود، البوليس بيدور على اخوك فتحي. ليه؟ عطية بيتهمه بحرق المطبعة. وفتحي فين دلوقتي؟ في الكلية. فتحي تعال اركب. انا فين؟ تهرب قبل ما يقبضوا عليك. يهرب ليه؟ ده ما عملش حاجة. انا هسلم نفسي وحاسبه اني بريء. بلاش جنان، تسلم نفسك ده ايه؟ اكيد عطية محضر مليون شاهد عليك انك حرقت المطبعة. يلا اركب ما تضيعش وقت. يلا. أنا مأمن على المطبعة يا رجب. رجب
انت طلعت راجل معايا وعايزك تكمل وتتهم فتحي في التحقيق. ادي 500 جنيه اهم، وحدي لك كمان 500 بعد ما يقبضوا على فتحي. شد حيلك يا رجل. رجل ابني حبيبي حبيبي، ازيك يا رجل؟ ازيك يا رجل؟ وده حصل ازاي؟ سلامتك يا رجل، سلامتك يا حبيبي. يأمن على الآلات، ما يهمنش على البني آدمين. احنا رايحين فين؟ يا سيدي ما تخافش، احنا في اكتر حتة امان في الدنيا. تعال، دي سراية حافظ باشا. سراية هنا؟ ايوه، تعال بس ما تخافش ورايا. يظهر مفيش حد هنا. استنى بس ما تستعجلش. اهلا ابو حنف. هو مش في حوش فاضي هنا؟ طبعا، الدار امان، اتفضلوا. اتفضل. انا متاكد ان فتحي ما عملش حاجه، بس غلط انه يهرب كده، بيثبت التهمه على نفسه. بقى يا رب الاولاني ضاع مستقبله وقلت عوض عليك، التاني هو يرفع راسي يقوم يحصل اللي حصل. يا خسرتكم يا ولادي، يا خسرتكم. كل ما كنت اتشعبط في الاتوبيس واشوف ناس راكبه عربيات كنت اتضايق، كنت احس ان انا ضعيف قوي، كنت دايما اشتهي هدمة كويسة، أكلة كويسة. كان نفسي في يوم أقوم من على الأكل وأنا شبعان، مش بنص بطن عشان أبوك يلاقي حاجة أكلها. أبوك كتر خيره، عمل كل اللي يقدر عليه. أنا عمري ما فكرت إذا كان عمل ولا ما عملش، أنا كان كل تفكيري ليه إحنا فقراء وفي ناس تانيين أغنياء ومن غير سبب. كنت دايما أحس إن فقرنا ده عيبة لازم نداريها، ضعف لازم نتغلب عليه. عمري ما صدقت الكلام اللي كانوا بيقولوه لنا في المدرسة، خير، شرف، أمانة، كلام ملوش معنى، كلام مش ممكن يخليك تشبع او حتى تساوي نفس في سجارة. بس احنا ما نقدرش نعيش من غير ده كله. حاولت اقنع نفسي بالكلام ده لحد ما جه يوم امي كانت عيانة، رحت عشان انده وامل المطبعة ما لقيتوش هناك. لقيت عطية بيه قاعد على المكتب وكان قدامه فلوس، فلوس كتير. طلبت منه قرشين عشان اجيب الدكتور لامي والدواء، مرضيش. اتحايلت عليه، امي كانت عيانة وبتموت، كنت حبوس ايده. رفض يديني مليم، حسيت ساعتها ان انا عايز اقتله واخد كل الفلوس اللي قدامه. حس باللي جوايا، طردني من مكتبه زي الكلب.
وماتت امي. حسيت ان عطيه هو اللي قتلها ومش عطيه وبس. لا ده كل الاغنياء اللي في الدنيا. ساعتها صممت ان ابقى غني. معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش ما تساويش حتى كلب. رجب مات يا سعادة البيه، ابني مات. البيه في حياتك ايه؟ هو انا جاي اخد منك تمن ابني؟ ابني ما يتقلش بالدهب. المسألة حصلت قضاء وقدر. قضاء وقدر؟ بقى انت تعمل العملة وتقول قضاء وقدر؟ ابني قال لي على كل حاجة. انا ما غصبتوش. بقى انت تقول له احرق المطبعة وحديك فلوس ولا هطردك منها؟ وانت عارف ان ابنه عيان، يبقى ده مش غصب يا بيه. انا ما كنتش اعرف انه هيموت في الحريق، وبعدين الاعمار بيد الله، انا ذنبي ايه؟ بقى نرمي واحد في الهلاك واقول عمره انتهى لحد كده؟ يا شيخ حرام عليك، ده ربنا ما يرضاش بكده ابدا. شوف يا استاذ علان، اللي انت عايزه راح اديه لك، وابن ابنك راح اعالجه على حسابي. ومنين تجيب له واحد يقول له يا ماما؟ منين تجيب له واحد يحن عليه؟ منين تجيب له واحد يشد ظهره لغايه ما يصلب طوله ويقف على رجليه؟ منين؟ منين؟ هتشتري له واحد يسهر عليه وهو عيان؟ هتشتري له واحد يخاف عليه ويحبه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت اللي قتلته. انت يظهر التفاهم مش نافع معاك. اوعى تنسى ان ربنا منتقم جبار، ودم ابني مش هيروح حضر، مش هيروح حضر. ربنا ينتقم منك، منك لله. دم ابني مش هيروح حضر، ربنا منتقم جبار، جبار، منك لله. ايه اللي جابك؟ مستر حسن طردك؟ مين ده يا بابا؟ ده اللي ابنه مات في الحريق، وفتحي هو السبب. انت عارف ان فتحي مظلوم ومش ممكن يعمل كده ابدا. لو كان مظلوم كان سلم نفسه، ما كانش هرب. عارف ان حضرتك مش هتسيبه. وانا فعلا مش هسيبه. يا بابا فتحي ما غلطش فيك ابدا عشان تعمل فيه ده كله. كل ده هو ما غلطش. ما غلطش انه خلى ابوه يرفع عليا انا قضيه. ما غلطش لما حرضك خلاك تسيبي بيت ابوك وبيت اهلك وتقعدي عندهم زي البنات اللي مالهمش اهل من الشوارع. كل ده ما غلطش. بس يا بابا مهما كان ما توصلش يعني انك تضيع له مستقبله وتقضي عليه. الدنيا كده، يا غالب يا مغلوب. حضرتك عارف كويس قوي ان فتحي ما حرقش المطبعه. يعني بتبلى عليه؟ طب عشان خاطري يا بابا، عشان خاطر عم حسن صديق عمرك ده، انت لو شفته دلوقتي اصعب عليك. بقى زي التايه، كانه جبل وتهب خلاص. الدمع ما بقتش تفارق عينيه. ده فتحي كان امل الوحيد، الامل اللي تعب العمر كله علشانه. ازاي يشوفه بيتحطم قدام عينيه؟ الغدا يا عم. عم حسن الغدا ملوش لزوم. ازاي بقى؟ لازم تاكل. لازم، ولازم ليه؟ عشان اعيش، اعيش وهم بعيد عني، واني تبقى عايشه ده الموت احسن. اطمن يا عم، ده محمود اخد فتحي وخباه في حته امان، محدش يقدر يوصل له ابدا. امان؟ ولحد امتى هيفضل مستخبي؟ ده انا طول عمري بمشي جنب الحيطه واقول يا الدنيا داريني. يا ترى ده قدره مكتوب ولا هي الدنيا كده؟
ما تجيش اللي على الغلبان اللي زيه بس. عم حسن بس انا غلطان، يا ما كان نفسهم في حاجات وما قدرتش اعملها، ما كانش بايدي. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ ارجوك يا بابا ارجوك. انت جاي هنا ليه؟ ارجوك. عايز ايه؟ كفايه يا بابا كفايه. انا جاي لك في كلمتين. اتفضل يا عم حسن. عطيه مالكش دعوه بولادي. انت جاي تهددني يا حسن؟ انا عمري ما بهدد حد، لكن اللي يرش ولادي بالميه ارشه بالدم. بدل كده كنت ربيهم احسن كويس. انا ربيت ولادي احسن تربيه، لكن الحقد الاسود اللي في قلبك عماك عن عشرتنا، عن الخير وعن الحق. انت هتديني درس في الاخلاق ولا ايه؟ انا عارفك من زمان يا عطيه، وعارف لما تحب تنتقم تبقى مجنون. انا قدامك اهو، اعمل فيا اللي انت عاوزه، بس اعمل معروف مالكش دعوه باولادي. هحرق قلبك عليهم. فتحي ده هضيع لك مستقبله وهدخله السجن عشان تبقى تقف قصادي يا حسن انت واولادك. وانت عارف اللي يقف قصاد عطيه يحصل له ايه؟ بابا مش ممكن اللي بتقوله ده. اسكت انت، انت ما تعرفيش الصنف ده يتعامل ازاي. الله يسامحك. هتعمل لي مؤدب دلوقتي، تاكل من خير سنين، وبعد كده تعض الايد اللي اتمدت لك. طول عمرك خيرك لنفسك. العز اللي انت فيه ده من عرقي وعرق الغلابه اللي زيي، من قوتي وقوت ولادي اللي عاوز تنهشهم زي الكلب السعران. كلب؟ انا كلبي يا ابن بابا. انا همرمغ مناخيرك في التراب، هخليك تركع على رجليك وتبوس جزمته علشان يسامحك. اللي بتشتمه ده ضفره برقبتك، ده هو اللي عملك. عم حسن هوش محمود. تعالى يا ابني، هتضيع شبابك علشان واحد زي ده؟ انا هخليك تندم على كل حاجه. انا هوريك يا عطيه، انا هقتلك. هخليك تبوس جزمتي وانت عايم في دمك. هقتلك يا عطيه، وخلي فلوسك وظلمك ينفعوك. هقتلك هقتلك يا عطيه. وانت ما رحتيش معاهم ليه؟ روحي معاهم عشان تتفقوا ازاي سوا هتقتلوني. بابا مالكيش اب، مالكيش اب. سهير 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 سهير، ما تسيبنيش يا بنتي، ما تسيبنيش. أنا ماليش غيرك يا بنتي، ماليش غيرك يا بنتي، ماليش آدم على قد حبه للناس. طب ما هو أبويا طول عمره بيحب الناس، طول عمره بيضحي علشانهم، ومع ذلك الدنيا ما ادتلوش حاجة أبدا، عكست معاه، حطت في سكته عطية بيضة علشان يذله، وفي الآخر عايز يرمي ابنه في السجن. وهو علشان في واحد وحش يبقى كل الناس وحشين؟ يا محمود يا محمود، الدنيا مليانة ناس طيبين. ما هم بينداسوا في السكة زي أبويا منداس، لا ليهم حس ولا صوت ولا دراع، واللي ملوش دراع لازم ينداس. قصدك إيه؟ قصدي ان انا علشان اعيش وابقى محترم وسط الناس لازم يحسوا ان انا اقوى منهم، لازم يخافوا مني، لازم يعرفوا ان واحد زي عطيه بيه لا يمكن يغلبني. يعني هتعمل ايه؟
انا مش ممكن اعيش وابويا اتهزق واخويا متهم ظلم، لازم انتقم. بس الشطاره ان انتقم من غير ما حد يمسك على اي حاجه. وهتشوفي. اهلا استاذ فتحي. عطيه بيه موجود في اوضته السفره بيتعشى. والانسه سهير في اوضتها عندها لها؟ لا مفيش داعي. طب اديها خبر بعدين، انا عايز عطيه بيه. طب اتفضل. شكرا. عطيه بيه، عطيه بيه، عطيه بيه، عطيه بيه، عطيه بيه، عطيه بيه. عطيه بيه قتلته يا فتحي، يا ست سهير، يا ست سهير. عشان كده قلت لي ما تندهش وما تندهش خبر كده برضو يا فتحي. يعني انت مصمم انك دخلت لقيته مقتول؟ فندم والله العظيم ده اللي حصل. مش جايز دخلت من البلكونه وقتلته وبعدين لفيت ورجعت دخلت عادي من الباب؟ طب ليه؟ انا بسالك مش انت. ومع ذلك اقول لك ليه انت عندك الدافع للقتل. لانك انت طلبت بنته تتجوزها وهو مرضيش، وبعدين حاولت تقنعه برضه مرضيش، فقتلته عشان يخلالك الجو وتتجوزها وتورثه. مش ممكن، مش انا اللي افكر بالطريقه دي. امال تفكر ازاي؟ انا رفضت اتجوز بنته كده. اتفضل يا فندم، اتفضل اسرع. انيسه سهير، الاستاذ فتحي بينكر انه قتل والدك وبيقول انه رفض يتجوزك. يوم ما كان قدامي اني اختار ما بين ابويا وبينه اخترته هو. وبعدين رجعت البيت، حسيت ان ده الحل الوحيد اللي ممكن يهدي المسائل شوية. ما هديتش. ابوه واخوه جم واتخانقوا مع بابا. وكنت موجودة؟ حصل ايه بعد كده؟ سهير مش معقول. سهير انت برضه تصدقي اني ممكن اقتل ابوكي؟ امال ليه رفضت ان السفره يندهلي لما جيت؟ او حتى يديني خبر. الله يسامحك، ضيعتيني وضيعتي مستقبلي. مش هي دي الحقيقه؟ مش ده اللي حصل؟ الله يسامحك. أرجوكوا خلوا العتاب ده بعدين. يحبس المتهم فتحي حسن عبد المقصود 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد. سعادة الدقي أنا مظلوم، أنا بريء. ما تخافش اطمن، أنا هخرجك أقصى حاجة هدفعها كفاية. متشكرين يا بيه. فتحي محمود، فتحي ماما، فتحي ما تخافش يا بابا، أنا ما قتلتوش. أنا دخلت لقيته ميت يا بابا، أنا بريء بريء. بابا يلا خلي بالك من بابا محمود، ما تسيبوش. صدقني يا بابا انا بريء بريء. فتحي فتحي. ست سهير هنا. الباقية في حياتك يا بنتي. أنا آسف اتأخرت عليك شوية، أعذريني.
احنا الاثنين خسرنا اعز ما نملك. انت خسرت ابوكي وانا خسرت ابني، الامل الوحيد اللي كنت عايش علشانه. ايه تعرف ابوكي اتهم ابني بحرق المطبعة ليه؟ عشان يبعده عنك، لانه كان عارف انك انت بتحبيه وهو بيحبك. ازاي يقتل الحب ده بايديه؟ فكري شوية يا بنتي بقلبك، ساعتها هتحسي انك ظلمتي انسان بريء ملوش ذنب في الدنيا غير انه حبك. فكري يا بنتي، فكري فكري. ادخل. تفضل. محمود. ازيك يا محمود؟ ازيك؟ ازاي بابا؟ ايه يا محمود؟ مش قادر اصدق عينيا. معقول فتحي الانسان الطيب المسالم اللي كان دايما يكلمني عن المبادئ والمثل والحب بين الناس؟ اتفضل استريح. معقول فتحي اللي لما كنت احب الاقي نفسي اروح له واشوفه واتكلم معاه، ده انا معاك كنت بشوف ضعفي، كنت بحسدك على قوتك. ليه تضيع الصوره الجميله اللي كانت دايما قدام عينيا؟ ليه ما قلتليش كنت انا قتلتلك عطيه؟ انا ماليش مستقبل، لكن انت المستقبل لسه قدامك طويل، ليه تضيعه؟ كفايه يا محمود كفايه، مش ممكن تفقدوا الثقه فيا للدرجه دي. مش ممكن يا اخي يكون ايمانكم ضعيف بيها بالشكل ده. يا محمود انا ما قتلتوش، ما قتلتش عطيه، انا دخلت لقيته مقتول. لازم حد فيك يصدق الكلام اللي بقوله ده. مش قادر اصدق ان فتحي يقتل. انا علمته، اديته سلاح علشان يفكر بعقل، كنت بسرق نسخه من كل كتاب اطبعه واجيبه له اقول له اقرا يا فتحي ايه. وفتحي قرا كتير، يعني عنده عقل، يعني مش ممكن يقتل. مش كده يا راوية؟ ايوه يا عم، فتحي مش ممكن يقتل. يعني انت متأكدة انه مش هو؟ ايوه، في حد تاني هو اللي قتل عطية. قصدك مين؟ مين اللي قتله؟ اتكلمي، انت عارفه مين اللي قتله؟ مين؟ محمود قال لي انه لازم ينتقم من عطيه. محمود انا بحبه صحيح، بس ما اقدرش اشوف فتحي هيروح لحد المشنقه واسكت. لا. لا 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 انا عاوز انبهك كمان مره لخطوره كلامك ده. الاعتراف سيد الادله. يا سعاده البيت، يا سعادة البي، أنا بقول الحقيقة. أنت بتقول كده عشان تنقذ ابنك؟ أبدا يا سعادة البي، أنا القاتل، صدقوني، حرام تظلموا ابني. طب اتفضل اسرع.
طب قول لي بقى يا قصة حسن، قتلته ليه؟ كان راجل ظالم، رفدني من المطبعة بعد ما فنيت عمري معاه، لطمني في الشوارع علشان ادور على لقمة العيش. كان لازم انتقم منه، حرقت له المطبعة. وكمان بتعترف انك انت اللي حرقت المطبعة؟ ايوه، حبيت اعذبه واحرق له ماله اللي مصه من دمي ودم اللي زيي. بس هو تام فتحي انه حرق المطبعة؟ علشان كده رحت له اعترف له بالحقيقة، لقيته عارف ومتأكد ان انا اللي حرقت المطبعة، وقال لي عاوز يحرق قلبي على ابني. ما حسيتش الا وانا بقتله. طب فين السلاح اللي قتلته بيه؟ ان قضيتنا اليوم ليست في حاجة الى ادلة وبراهين، فالمتهم قد اعترف بارتكاب جريمته الشنعاء، تلك الجريمة التي لم يكن لها أي دافع سوى الحقد، الحقد الذي اختزنه طوال هذه السنين وهو يرى زميل عمره وقد أصبح صاحب مطبعة بينما هو يعمل أجيرا بها. كان ينظر إلى صعوده نظرات كلها حقد، وعندما حاول عطية أن يدخل الآلات الحديثة في المطبعة كان هو يحاول أن يحرض العمال، وكان مصيره الفصل، فامتلأ قلبه بالحقد فأراد أن ينتقم، فحاول أن يشعل النار في مطبعته. ذلك الحادث الذي راح ضحيته إنسان بريء، ولم يكتفي بهذا بل سارع وقتل عطية ليخرس اللسان الذي امتد ليتهم ابنه. يا حضرات القضاة، لا تجعلوا مأساته تثير شفقتكم، فهو لم يعترف إلا عندما أدرك أن مصير ابنه سيكون حبل المشنقة، ولولا ذلك ما كان المتهم أقدم على الاعتراف. ولذلك أطلب من عدالتكم تطبيق الشريعة والقانون حتى يكون مثلا وعبرة لغيره من الحاقدين، وأطلب تطبيق المادة 230 من قانون العقوبات. كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام، فما بالكم والمتهم الماثل أمامكم الآن قاتل الاثنين. الحكم بعد المداولة. ليه كده يا بابا؟ ليه عملت كده ليه؟ ده واجبي يا أولادي، أنا خلاص انتهيت، ما عادش فيها رجع، لكن أنتم لازم تعيشوا، المستقبل لسه قدامكم، لكن أنا الماضي اللي لازم ينتهي، واجب إن أحميكم إن شاء الله بعمري. Thank you.
ربنا مستحيل، واديكي شفت النهاية. أبوك اتقتل، أبويا هينعدم. ما تظلمش يا حبي يا فتحي، مش احنا السبب، لكن الحقد اللي منع قلب أخوك هو اللي وصلنا للنهاية دي. انت بتعيط؟ هو اللي زيي محروم بكل قلب ودموع. القلب والدموع اتخلقوا عشان بني ادمين، لكن انت مش بني ادم، انت وحش. ليه انت هتفضل تغلط وتسيب جيرك يتحمل جزاء غلطتك؟ يهون عليك، يهون عليك ابوك، تسيبه يتحجر على جريمة انت اللي ارتكبتها. انت بتقولي ايه؟ انت هتكذب علينا كمان؟ ايوه انت اللي قتلت عطية وابوك عارف. عشان كده اعترف على نفسه، ضحى بحياته علشان ينقذك. بس انا ما قتلتش عطية. لا، ما قتلتوش. طبعا انت ما قتلتوش، انا اللي قتلته. صدقني يا بابا، انا فعلا ما قتلتوش. هو راوية؟ راوية غلطانة. ايوه انا فكرت اقتله واشرب من دمه، لكن صدقني انا ما نفذتش. يعني انت ما قتلتوش؟ اقسم بشرفك يا بابا، اقسم بالله العظيم ما قتلته. فتحي، هو ده معقول يا بابا؟ الله، لا محمود ولا فتحي ولا انا، يعني هروح المشناه عشان جريمه ما حدش فينا عملها؟ لا، انا بريء. انا عاوز المامور، عاوز النائب العام، عاوز الوزير. انا بريء. يا كل اللي بتقولوه ده شيء مقنع جدا، لكن لابد من دليل مادي قوي يقنع النائب العام بانه يعيد التحقيق في القضيه. دليل؟ القاتل الحقيقي. طول عمره كان قدام عينيا، لكن عمري ما شفته ولا فكرت فيه. عمري ما سألت نفسي ليه هو بيتعب علشان احنا نستريح، ليه هو بيجوع علشان احنا نشبع، ليه هو عريان واحنا متغطيين. دلوقتي بس حسيت بيه. قد ايه هو كان راجل عظيم، ضحى بنفسه علشان ينقذني. انا علشان ينقذني، طول عمري كنت سبب كل المشاكل. دلوقتي بيدفع ثمن غلطه ما ارتكبهاش. مش ممكن يسيبه يروح حضر كده. امل الوحيد ان القاتل الحقيقي يظهر. ايوه، القاتل الحقيقي. بس هيظهر ازاي؟ ده معقول؟ هو في حد من رجالة المطبعة كان يقدر يرفع راسه قدام عطية بيه؟ لكن الظلم عمره ما بيدوم، والمظلوم أكيد برضه هيجي له يوم ويرفع راسه. يرفع راسه؟ وأنا أرفع راسي إزاي؟ وأنا انحنيت من كتر بكاي على ضنايا. ما هو عشان كده ما خبيش عليك، انا جيت لك. انت عارف انه مش ممكن عم حسن يقتل، وانت الوحيد اللي ممكن. يا انت عاوز تقول ايه يا ابني؟ شوفوا بقى، هما كلمتين ولازم تسمعوهم. ربك يمهل
ولا يهمل. أنا استدعيتكم النهاردة عشان تشوفوا أبوكم للمرة الأخيرة. أرجوكم مش لازم تخلوه يشعر بأن النهاية قربت. بعدين معاكوا يا ولاد، خليكوا رجاله. امال خلوا قلبكوا على قلب بعض، ما تسيبوش بعض ابدا. خلي بالك يا فتحي بن محمود، ده انتوا اخوات والاخ ما بيتعوضش ابدا. اعمار بيد الله ولكل اجل كتاب. على طلب السيد الأستاذ النائب العام رقم 9 سري المؤرخ 17/5/75، قد تحدد اليوم 18/5/75 الساعة 8 صباحا تنفيذ حكم الإعدام شنقا في المسجون حسن عبد المقصود شعراوي بجهة سجن الاستئناف، وذلك للحكم عليه حضوريا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا من محكمة جنايات القاهرة في قضية الجناية رقم 2 لسنة 1975. بنستكشف حاجة يا حسن؟ نفسي أدفن جنب أم العيال. قول ورايا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم اغفر لي ذنبي. واقبلني. أقبلني. ومتني مسلما. ومتني مسلما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيوة قتلته.
خلي ابني ما يروحش هذا. Yeah.